السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الطلاب ومتابعي مستر نجار على قناة الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الطلاب الصف الثاني الثانوي، اهلا وسهلا بكم في واجب الحصه 32. على بركه الله يا شباب، بسم الله توكلت على الله، افتح بيننا وانت خير الفاتحين. صفحه 20 في الكتاب، الجمله رقم 1 هتاخد بي الكتريك، الجمله رقم 1 هتاخد بي هل البوتاجاز كهربي ولا غاز؟ كان المثال بتاع المذكره، ما تنساش الكوكر بوتاجاز وكوك طباخ او يطبخ. الجمله رقم 2 ذا كونستراكشن، التشييد سوف من المحتمل يسبب سم انكريز بعض الزياده في الترافيك ديليز تاخير المرور، انكريز ان زياده في. الجمله رقم 3 انفستورز اللي هم المستثمرين اكسبكت يتوقعون ان، دي الجمله رقم 3. الجمله رقم 4 هتبقى ات، الجمله 4 at least معناها على الأقل، أما at last أخيرا. الجملة 5 my brother أخويا وأنا work for شغالين في نفس الشركة، فكان التعبير اللي قلت أحط عليه ده وإحنا بنشرح work for a company. الجملة 6 don't get تمام too close لا تقترب جدا من النار، close to قريب من. الجملة 7 I thanked my father شكرت والدي for طبعا اللي هي C. الجملة 8 ويز بنت احنا قضينا نص ساعة بنبحث عن المفاتيح، ولكن eventually اخيرا gave up and went home. تمام كده حبايبي، طبعا give up يستسلم او يفقد الامل او يقلع عن، ولكن افتقدنا امل and went home ورجعنا البيت. رقم 9 instead of رجعنا طبعا هنا لرقم 9 ونقول instead of معناها بدلا من، بيجرى اسم او ing. الجملة 10 we got to احنا وصلنا الى، قلنا ان get to بتساوي reach. الجملة 11 these price rises زيادة الاسعار سوف تعمل a knock صدمة on effect طبعا on صدمة كبيرة جدا على التأثير الخاص على الاقتصاد او التأثير على الاقتصاد او التأثير كبير على الاقتصاد effect او حرف الجر on. حبايبي الجملة 12 the word significant كلمة significant طبعا الانتنمز بتاعها العكس بتاعها، هو ما قالش المرادف وقال العكس، هناخد بي معناها تافه او يمكن اهماله. خلاص يا حبايبي الجملة 13 بيقول لك اندي طبعا ايه doing، اندي is doing بتفعل a one week cooking course بتقوم بكورس الطهي بتدرسه، كلمة كورس تاخد فعل مين دو. دي كانت الجملة طبعا 13. تمام الجملة 14 ودي اخر جملة في الصفحة هتبقى ميد، بيقول لك a good argument نقاش جميل جدا يمكن ان يحدث for comparing لمقارنة ثورة التكنولوجيا الاي تي الى ثورة التكنولوجيا with invention مع اختراع الكتابة في نفس الوقت او الكتابة في حد ذاتها. ميد يحدث طبعا ثورة، بقول a good argument can be made او ممكن make بقول يحدث نقاش، يبقى الحل سي. دي الجملة 14، نقلنا الصفحة اللي جنبيها ودخلنا على الجملة 15 هتاخد to lead to يؤدي الى severe pollution problems مشاكل بيئية خطيرة severe، يبقى الحل 15 هتاخد الاولى. 16 the bridge الكوبري is closed مغلق لأسباب، خد بالك احنا خدنا close to قريب من، اما هنا يغلق لأسباب في فرق، ها خد بالك اللي خدناها فوق قريب من close to، اما دي يغلق من اجل اسباب امنية. و16 تاخد 4، اما الجملة 17 هتاخد level، احنا محتاجين الى level ان نسوي او نمهد. level هنا جاية verb، level جاية verb خد بالك مش جاية مستوى، جاية verb نسوي او نمهد. الجملة 18 there are due to، يعني are due to معناها على وشك او من المتوقع،
من المتوقع انهم هيصلوا في اي دقيقه من الان. حلو قوي التعبير ده يا جماعه، اسمه تو بي ام او اس او ار ديو تو زائد المصدر، معناها من المتوقع ان. تمام. طيب في حاجه اسمها ام اس ار اباوت تو والمصدر، معناها على وشك ان، معناها على وشك ان. حاجات خطيره يا جماعه في واجب النهارده. الجمله بعد كده الجمله 19 اي دونت نو، انا ما اعرفش. هاو يو كود ارجو، كيف انت ارجو هيم انتو، اكتبها جنبيها ارجو شخص انتو اي ان جي معناها يقنع شخص، ارجو شخص انتو اي ان جي معناها يقنع شخص. خد بالك يا جماعه النهارده الواجب فيه افكار مهمه، وبعد ما يخلص ذاكروا بدقه. الجمله بعد كده الجمله رقم 20 طبعا ايه، فاسيلتي اللي هي نمبر بي بمعنى موهبه، موهبه مدهشه للرسم. دي جمله 20. الجمله 21 ذا بادي اوفن، الجسم غالبا طبعا ريسبونس يستجيب تو ستريس للاجهاد ان يصبح مريض. 22 هتبقى الاولى. تمام كده حبايبي، نحن نامل كثيرا ان نجد ايه حل مرضي، يبقى هناخد الاولى ساتسفاكتوري سوليوشن، حل مرضي او ذو اقناع لينا. 23 هتبقى سي alternative بديل، خلاص بديل. الجملة 23 هتبقى سي، 24 هتبقى بي convenient مناسب، 25 هتبقى بي on behalf of نيابة عنا ما قلنا انه الكلام ده. 26 هتبقى الاولى a few days earlier، فاكرين فيما مضى وابكر واسبق يبقى الاولى. 27 بي الدواء has had ملوش significant effect، تأثير هام او تأثير مؤثر على هذا الامر. 28 من 27 بدأ بذا درج درج دواء. الجملة بعد كده قلنا الجملة 27 قلنا بي، 28 بي زي هاد argument حدث جدال بشأن. 29 هناخد الأخيرة does the company، هل الشركة عرضت أي تسهيلات؟ الأخيرة 29 الأخيرة. 30 هتبقى الأولى despite، الجملة 30 بدأ despite معناها بالرغم من. كلمة recession الكساد أو الركود الاقتصادي، اكتب يا جماعة الكلمات الصعبة، بص يا جماعة ما تحطش حدوده بس اكتب الكلمات الصعبة. The company الشركة تكون واثقة من further expansion من توسع أكثر، توسع أكثر دي كان مثال في المذكرة. 30 تاخد الأولى، 31 هتاخد الأخيرة، هتاخد الأخيرة. بيقول لك لوتس الاختبارات المنخفضة أو درجاتها المنخفضة كانت انعكاس حزين جدا على نظام المدرسة بتاعنا، يبقى سيستم، ودي كانت 31. يبقى 30 الأولى، 31 الأخيرة، ونقلب الصفحة. الجملة 32 وي أونلي يوز، احنا بنستخدم المنتجات التي ار انفايرمنتلي فريندلي، صديقة للبيئة، ده تعبير خدناه. يبقى سي 33 انا اخد الاولى نتورك شبكة العمل، خلاص ذا نيو ريل سيرفيس خدمات السكة الحديد سوف تشكل شبكة عمل كبيرة. 33 الاولى، 34 الاخيرة. باسنجر الراكب هو الشخص الذي يسافر من مكان لمكان. 35 انا اخد اندر جراوند زي كارت اوت، هم نفذوا مجموعة السيريز مجموعة من الاختبارات النووية الجوفية، يبقى اندر جراوند خدناها كصفه بمعنى جوفي في الكلمات. 36 انا اخد بي ذا اكسترا ماني، الفلوس الاضافيه يمكن ان تنفق على تحسين البابليك ترانسبورت النقل العام. احنا كده وصلنا الجمله 36. الجمله 37 هتاخد بي سبيتش موفينج سبيتش معناها خطاب مؤثر. هي انسبايرد هو شجع كل شخص بكلامه المؤثر. موفينج يا جماعه معناها متحرك او مؤثر. 38 in the past في الماضي بعض القادة were transported ها نفيوا اتنفوا، خدنا في الانجلش نوتس ترانسبورت ينقل او ينفي لاسباب سياسيه بوليتيكال ها ريزونز. ترجم يا جماعه اي كلمه صعبه، اللي عايز يتاسس يا جماعه يترجم اي كلمه صعبه ويحفظها بالورقه والقلم. 39 هتاخد الاخيره the public، فاكرين قلنا don't و doesn't، فهي طبعا مفرد وجمع، فهي is و are، فهي be و see. الجمله 40 زي have been digging بيحفروا underground tunnels، يبقى 40 تاخد الاولى. 41 هتاخد الاخيره present طبعا with the present situation الموقف الحالي، present situation الموقف الحالي. 42 she was grateful هي كانت شكوره ليهم من اجل انهم سمحوا لها ان تقعد معاهم في المنزل.
43 they are doing some fascinating research. طبعا كلمة research بحث بتاخد do، يبقى عشان كده خدنا 43 الأولى. 44 هناخد الأخيرة issues environmental issues قضايا بيئية. 45 أنا أخد الأخيرة provides زي تشارتي الجمعية الخيرية بتوفر تمام أنشطة رياضية من أجل المعاقين، من أجل بيوفر شيء من أجل يبقى provide تمام الأخيرة provides. الجملة 46 governorate طبعا هنا محافظة تمام يا حبايبي، يبقى هنا بيقول لك الجملة طبعا إلبوب is the capital city of حلب، طبعا محافظة حلب دي طبعا فين؟ في سوريا، في شمال سوريا. 47 هتبقى بي كيبت، she kept going استمرت في going over the accident again طبعا هنا بمعنى go over بمعنى يراجع او يدرس، هي استمرت انها تدرس الحادثه مره اخرى ومرات كثيره في عقلها، فضلت بقى ها تدرس الموضوع وتتخيله وتسترجعه تاني لدرجه انها اتمنت ان ايه فقد ما كان او في شيء ما يمنعها عن ذلك، يعني تسترجع الامر. يبقى go over هنا الحل طبعا، خد بالك 47 خدت بي كبت استمرت في going over معناها يسترجع او يدرس او يراجع فيما تم في الحادثه دي. الجمله 47 وكده انتهت صفحه 22. اروح صفحه 23 الجمله رقم 48. 48 هناخد طبعا 48 هناخد الاخيره led رجاله المطافي led the survivors قادوا الباقين على قيد الحياه الى بر الامان. الثانيه بقى extinguish دي معناها يطفي، احنا هناخد الاخيره led ماضي led. 49 هناخد الاولى disability بمعنى اعاقه، بمعنى إعاقة. سلوى is deaf صماء مش بتسمع، but refuse ولكن بترفض إن إعاقتها تمنعها عن أي تقدم disability. 50 تاخد الأخيرة formal diplomatic relation علاقات رسمية ها دبلوماسية الأخيرة. 51 الأخيرة new additions إضافات جديدة. 52 الأولى إنه مهم to protect أن تحمي الجلد بتاعك protect from يا جماعة يحمي من. 53 سي ضاحية. 54 بي كوست ساحل. 5 points in your speech دي عملت بعض النقاط الجميلة جدا أو الموضوعات كنا واخدينها في المتلازمات collocations، يبقى 55 أنا هاخد بي. 56 أنا هاخد الأخيرة تمام يا حبايبي driveless سيارات بلا قائد تمام. الشركة بدأت تستنج تختبر الدرايفلس كورز السيارات البلا قائد الإلكترونية. 57 دبل طبعا اللي هي معناها هنا داوتس شكوك تمام، يبقى عندي 57 هتاخد الأخيرة داوتس شكوك، أنا عندي بعض الشكوك. 58 أنا هاخد سي توك، التوك شو طبعا هي برامج غير رسمية في التلفزيون استضافة بعض الناس. 59 أنا هاخد سي public opinion الرأي العام. 60 أنا هاخد الأخيرة connected the towns المدينتين دول مرتبطين بإيه؟ بخدمات القطار والأتوبيسات يبقى connected by. 61 construction finance الشركة finance بتمول التشييد. 61 بي 62 الأخيرة production intake. 63 تاخد بي like most high tech products منتجات عالية الإنتاج أو عالية التكنولوجيا أو حديثة جدا. 63 بي 64 الأخيرة argument. 65 هتاخد سي there was some discussion هناك مناقشة ما، كان هناك some discussion مناقشة ما بين reviewers الناقدين لهذا الفيلم. خد بالك هنا واحد يقول لي الجملة حلوة جدا على فكرة والشاطر يركز معايا فكرتها، دايما some عايزة بعدها جمع، أما لو some يجي بعدها مفرد يبقى معناها ما زي سموان شخص ما وصنبادي. خد بالك من الحته دي واللي مبسوط بقى من المعلومه دي ها لا ما يدعيش انا خالص، يدعي امي عليها رحمه الله. حبايبي الجمله 64 هتبقى 64 الاخيره. 65 هتبقى سي وما تنساش احنا في صفحه 24. يبقى طبعا بنقول تاني 63 واحنا بنختم الصفحه هتبقى بي هاي تك قلبنا الصفحه و64 هتاخد الاخيره. 65 سي 66 الاولى سكيجول طبعا جدول مواعيد مشغول جدا تمام. 67 هتبقى
ديكريز، تمام يا شباب؟ الاسعار من المتوقع انها تنخفض، ينخفض ديكريز، ينخفض اكتب جو داون، ينخفض برضو ينخفض دروب، دروب ينخفض، ينخفض اكتب تاني فول داون. يعني انا حاسس كده انكم مبسوطين من معلومات الفيديو. 68 هتبقى بي انتربتد، تمام، يقاطعوا، تمام، ان ميد سنتنس في وسط الكلام، ميد سنتنس في وسط الكلام، جاي من سنتنسز الجمل. 68 بي 9 الاخير اكويبمنت معدات دخلت عليها بيس اوف، بيس اوف تدخل على الذي لا يعد، بيس اوف تدخل على الذي لا يعد، تمام. 70 هتبقى سين، النادي بي ايه هاز بين انكريزنج، بيزداد ان بوبيلاريتي في شعبيته. 71 حبايبي تبقى فورم، تمام، بايسكلز العجل يعتبر وسيله فعاله او شكل فعال جدا ورخيص، فورم شكل. 72 هتبقى سي، ديو تو، ديو تو معناها بسبب، ديو تو بسبب، ها، بتساوي بيكوز اوف اللي شرحناهم في المذكره، تمام. 73 هتبقى فيو، تمام. 72 سي، 73 فروم ميديكال بوينت من وجهه نظر الطبيه، of view point of view وجهة نظر، point of view وجهة نظر، تمام يا جماعة. بعد كده الجملة 74 هتبقى solutions حلول، طبعا هنا هتبقى be solutions حلول، all questions كل الأسئلة لديها حلول، لها إجابات. 75 China total energy، استهلاك الصين الكلي، consumption حلو أول الكلمة دي في النص، استهلاك، كنا وعدنا في مذكرة القاموس اللي احنا ان شاء الله نبدا فيها قريب جدا نراجعها ونخلصها، تضاعفت في السنوات الاخيره، توتال كلي، دبل تضاعفت. 76 كونكت ويز يرتبط بي بالستاف ممبرز اعضاء الهيئه. الجمله 77 ماي كولد، ماي كولد البرد بتاعي ريسبوندد استجاب سريعا للانتيبيوتيك للمضاد الحيوي. الجمله 77 الكلمه اللي بعد النقط ويل جيدا، W E L L W E L L. الجملة 78 هتاخد بي improved تحسن، ها، improved تحسن الأداء، تمام، أو بنقول أداء الطلبة المتحسن، فناخد بي وجاية صفة المتحسن يا جماعة. A more pleasant classroom environment الجو البيئي الجميل في الفصول يستطيع account for يبرهن الأداء المتحسن للطلاب، صفة يا جماعة، صفة المتحسن، ها، اسم مفعول تصريف ثالث، تمام. طبعا ما ينفعش الأخيرة، الأخيرة المحسن، خد بالك ده اسم فاعل. 79 هتبقى سي، ما ننساش 78 ان اسم المفعول بيبقى تصريف ثالث وعلى وزن مفعول متحسن، الاداء المتحسن. 79 لان ضميت الاول وفتحت ما قبل الاخر وادعي لحبيبك. 79 هتبقى سي بريسايز، بريسايز معناها دقيق، تمام كده، بيقول لك هذه الخطط بروفايد بتوفر معلومات دقيقه ومحكمه، بريسايز اللي هي سي. اما الجمله نقلب الصفحه وناخد الجمله 80 يبقى 79 هناخد سي بعد الفيديو، تذاكر يا جماعه الجديد. اما الجمله 80 انا هاخد الاخيره، تيك بليس يحدث، تمام، تيك بليس. الجمله 80 احنا في صفحه 25 من فوق، تيك بليس. 81 اثوريتي، محطات المترو، ران تدار بواسطه سلطات مترو القاهره الاولى، سلطه او هيئه، او هيئه ما تنسوش. 82 الاخيره بيرسويدنج، My brothers is very good at، شاطر في إقناع الآخرين. الأخيرة 3 الأولى، a two day period، دي الصفة إيه الهايفنت، فاكرين الهايفن؟ الصفة زائد الشرطة، حلوة أوي الجملة دي. day ولا days؟ لا day الأولى، والجملة دي مهمة وتيجي في، وتيجي في امتحان تالتة، وتيجي في ثانية، وتيجي في امتحانات التوبرز والآيلتس، تمام. 3 الأولى، 4 الأولى ليفل بمعنى مستوى. 85 هتاخد سي، بلانت كوكب، مش بلانت نبات الاولى، لا سي. اما الجمله 86، 86 انا اخد بي كونكلوجن الخاتمه، وكتب الخاتمه. 87 هتبقى كوز، كوز اوف سبب، اللنج كانسر سرطان الرئه. 88 الاخيره جو داون تنخفض، جو داون تنخفض في المستقبل القريب. 89 انفولف الاخيره يتضمن، الاختبار سوف يتضمن اجابه الاسئله، وانفولف من افعال بجرها اي ان جي.
90 شي emphasized، هي اكدت ان الخطه بتاعتها تعني ايه sacrifices، التضحيات والعمل الجاد. 91 her stories، قصصها have been made into، حلو قوي made into، حلو قوي تحولت الى make into، حلو قوي تحولت الى TV series، مسلسلات تلفزيونيه. 92 Nancy's style، اسلوب نانسي of management، للاداره is not what I was expecting، ما كانش زي ما انا كنت متوقع. ستايل، اسلوب. الجمله 93 هتبقى سي affordable، يعني بقى affordable في ايه؟ في المتناول. we offer، احنا بنعرض quality products، طبعا احنا بنعرض quality products، منتجات ذات جودة عالية في المتناول، اسعارها في المتناول، ناس كتيرة ممكن تشتريها، affordable في المتناول، يعني ممكن الناس تجيبها. 94 يبقى عندي هنا 94 هتبقى expert، خبير، ده تعريف. 95 there is considerable disagreement، هناك يعني بيقول لك ايه disagreement، هناك عدم تفاهم منطقي شوية over the safety، بشأن تأمين هذا الدواء أو العلاج. خلاص يا حبايبي، يبقى أنا بقول سوء فهم، تمام يا جماعة، considerable disagreement، تمام. ما ينفعش طبعا government هنا يقصد بيها فهم أو عدم تفاهم أو عدم اتفاق، عشان تبقى فاهم. بعد كده عندي الجملة 96، احنا محتاجين to ensure، أن نؤكد أن التدريس اللي هم receive بيحصلوا عليه is appropriate، مناسب لمتطلباتهم، متطلباتهم. خلاص يا جماعة، يبقى كده دي كانت الجملة 95، صفحة 25 قلنا تاخد دي، أما بقى الجملة 26 قلبنا وتاخد appropriate، مناسب. بعد كده حبايبي العنوان اللي أنا بحبه جدا اللي هو think more، أفكار أعلى بقى وأفكار حلوة جدا بقى. يلا حبايبي، الجملة 97، حط دايرة على using، معناها باستخدام، اللي هي بتساوي by using اللي شرحناها الأسبوع اللي فات، اللي هو present participle، present participle. يبقى 97 هتبقى A public، باستخدام وسائل النقل. 98 هتبقى line، خط المترو، يبقى C. 99 هتبقى research، يقوم ببحث. الجملة 100 passengers، اللي هم ركاب. 101 هتبقى D high tech. 2 هتبقى connect، well connect، عشان طبعا كابيتال حلوة قوي، عجباني قوي يا جماعة كلمة سنيوك، administrative capital اللي هي العاصمة الإدارية الجديدة، خد بالك عشان حاجات دي بتيجي في التراجم، بتربط العاصمة الإدارية الجديدة ب، يربط ب. يبقى 102 تاخد الأولى يا جماعة connect with، 103 هناخد الأخيرة، ها ذا كايرو مونريل ويل انفولف، سوف يتضمن الويل في 103 اللي جاية بعد النقط، حطها قبل النقط، حطها قبل النقط. خلاص يا جماعة، will involve، تمام. 104 هتبقى C transport، تمام، ينقل، ها ينقل الركاب. الجملة 105 هتبقى B convenient، مناسب طبعا، وقت مناسب to meet، لكي نتقابل. الجملة 106 هتبقى يا شباب يا حبايبي، هتبقى B persuade، يقنع. الجملة 107 facilities، تسهيلات، تمام. الجملة 8 affordable، طبعا في المتناول. الجملة 9 issues، قضايا، issues important issues، قضايا هامة. دي 109، هنقلب الصفحة، صفحة 27، ونقول الجملة 110. الجملة 110 هتبقى system، طبعا بيقول لك a new operating system، نظام تشغيل جديد لللاب توب. حبايبي اروح الجملة رقم 11، الجملة رقم 11 do you have any، طبعا further الأخيرة اللي هي بتساوي more، بتساوي more. 112 suburb، ضاحية، هي المنطقة الأولى. 13 الأولى. 14 بي، طبعا بيزي سكيجول أو شيديو، طبعا اللي هو جدول المواعيد أو النظام المواعيد اللي عنده مشغول جدا. 15 تغذية الأخيرة، 15 تغذية الأخيرة. 115 grateful، ممنون. 16 expansion، توسع. 17 تاخد بي argument، خلاف. الجملة 18 الأخيرة مونريل، طبعا خط الأحادي. 19 هتاخد سي current season، الموسم الحالي، current season، الموسم الحالي، دي 19. أما الجملة 20 transport، تمام transport حبايبي، بيقول electric cars، السيارات الكهربائية، is eco friendly، هي صديقة للبيئة، تمام، أو means لوسائل النقل. بي واحد الأولى بدائل، cheap alternatives، بدائل رخيصة. 22 هتاخد الأولى،
احد مزايا تمام الاندر جراوند مترو الانفاق، احد مزاياه انه طبعا اكيد رخيص. يبقى الاولى 122 الاولى تمام يا حبايبي، 23 هتاخد سي مستر علي كونسيدرز قلنا يفكر ويضع في الاعتبار بجراء ان جي، 24 تاخد الاولى بابليك ترانسبورت، ده 24 هتبقى طبعا 24 الجمله هتاخد سي بابليك ترانسبورت، هو بيقول لك الاتوبيسات والقطارات تمام والانتر جراوند كل ده وسائل نقل عامه، يبقى سي بابليك ترانسبورت، يبقى 23 سي 4 سي، اما 5 ودي اخر حاجه في الصفحه اللي احنا فيها ريسبوندد استجاب، العالم كله استجاب الى الاوت بريك، الى انتشار او تفشي طبعا الكوفيد 19 الدوره الثانيه من كورونا فيروس. عجباني قوي كلمه بانديميك اللي هي بعد 19 بعد 19 معناها جائحه، جائحه باي بروفايدنج بتوفير الفاكسينز طبعا الامصال او العقار الدواء ضد ذلك. احنا كده خلصنا 125 وهنبدا صفحه 28 وهنبدا صفحه 28 صفحة 28 هنبدأ من فوق بالجملة 126 هتبقى pollution قبل النقط طبعا combat طبعا يكافح، يكافح التلوث، إنها مسؤوليتنا أو مسؤولية العالم to combat أن يكافح التلوث، يبقى بي 28 هي طبعا 27 احنا 26 قلنا بي 8 26 ناخد 27 27 هتبقى with تمام هي supported his opinion هو دعم رأيه بي تمام يا حبايبي support with يدعم بي support with يدعم بي. بعد كده الجملة 28 هتبقى هاو ميني 28 هاو ميني alternative solutions. طب احنا خدنا ليه الأولى عشان صفة للحلول الحلول البديلة، التانية لأ، التانية لأ لأن التانية اسم احنا عايزين الصفة. الجملة تمام 28 الأولى 29 اللي هي برضو هاو ميني 29 هاو ميني هناخد بقى الثانيه هنا عشان جابها كاسم كم عدد البدائل. ما تنساش 28 الاولى 29 الثانيه. طب ليه خدنا الاولى؟ علشان صفه للسولوشنز 29 بي. اما الجمله 30 ريسبونس طبعا ان ريسبونس تو استجابه او ردا على الاخيره. اما الجمله 31 هتبقى كونكشن 31 كونكشن 32 32 نيجي الاختيار الاخير في 32 ونعمله بي وسي نعمله بي وسي ونختار الاثنين صح تمام. اما الجمله 33 اكسبانس تمام هذا التدريب يوسع يقوي يوسع من العضلات 34 هتاخد بي 35 الاولى عندي الجنس يعارض ضد يقف ضد ليس من الحكمه ان تعارض حقوق السيدات 36 بي 37 ترانسبورت بينقل البضائع 38 بابليك طبعا بابليك از تو عكس سيكريت زي ما ايرليير عكسها ليتر فيما بعد. يبقى هنا 9 38 الاولى 38 الاولى 39 تو اكستشينج الان من السهل علينا ان احنا نغير يبقى دي 39 اما 40 هتبقى الاولى 40 الاولى جروينج اب تمام نيكست تو التربيه بجوار البحر تجعلك تتعلم السباحه وانت في سن السابعه. دي كانت الجمله 40 41 ونقلب الصفحه 41 هتبقى طبعا ستارتد 41 ستارتد بيكينج اب هيز بن لما جاب القلم بدا بقى يكتب على طول بعد ما لقط القلم 42 هتبقى ديو تو هي واز بانشد وعوقب ديو تو معناها بسبب. طب ليه ما ينفعش الاولى والثانيه؟ لا يا حبيبي الاولى والثانيه عايزين جمله كامله فاعل فعل فاكرين؟ اما ديوتو اللي هي سي ديوتو اللي هي سي. اما 43 هو عوقب وهذا لان او ممكن اقول لانه عمل خطا يبقى اي وبي يبقى 43 اي وبي اما 42 سي بس ممكن اقول هذا لان او ممكن اقول لان. 44 ذا اكويبمنت المعدات تعامل مع نط المفرد يبقى هاز يا مستر لما هي مفرد ما ناخدش ليه از عشان جاي بعديها تصريف ثالث جاي بعديها تصريف ثالث ادعي لحبيبك هاز بين ديليفرد سلمت 45 درينكينج سمع وقفت الشرب
المشاريب الغازيه فيزي درينكس زي الكولا والبيبسي والحاجات دي، تمام؟ اوقفت شيء. 46 الشقه هاز 4 متر هاي، يبقى 46 يا شباب ناخد دي الاخيره، تمام؟ 4 متر هاي. انا حاسس بقى ببعض الناس الشاطره تقول لك طب ليه ما حطيتش ال اللي انت بتحطها كل مره؟ ايه 4 متر هاي؟ ها تفتكر ليه؟ فكر كده ليه؟ عشان ورا خالص جاي الاسم جمع سيلينجز، السقف، السقف كذا سقف، الشقه بيبقى فيها كذا سقف لان كذا اوضه وكل اوضه ليها سقف. اما لو الاخيره دي مفرد كنا حطينا ايه؟ القاعده الاساسيه. يبقى 46 الاخيره، 46 الاخيره، 47 الاخيره، 30 كيلومتر ان اور، 30 كيلومتر في الساعه ان اور، دي 47 ان اور لكل ساعه، 48 هتبقى ارجو. حبايبي انا ما اعرفش ازاي انت قدرت ارجو هم تقنعه، تمام؟ اما 49 49 هتبقى اي بي، 49 هتبقى بي، اما 50 هتبقى بي ترانسبورتد، تمام؟ اما 51 51 هتبقى ذا بابليك، تمام؟ اذ والار هتبقى الاخيره صح. 52 كونكت يربط بي او يتصل بي، تمام؟ اما 53 هي ريسبوندد، تمام؟ استجابت ويل جيدا الى الانتيبيوتكس مضاد الحيوي. حبايبي الحلوين انتهى الواجب بتاعنا، بالتوفيق يا رب ان شاء الله مع واجب جديد لحصه جديده، وان شاء الله تكون معلوماتها مفيده باذن الله. ما تنساش ادعي لي وادعي لك، ربنا يا رب يوفقكم ويصلح حالكم ويرزقكم رضا الله ورضا الوالدين. شكرا، وما تنساش بعد الفيديو ذاكر ملاحظات وادعي لحبيبك، ولا اقول لك بلاش تدعي، ادعي لامي عليها رحمه الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.